توقعات برج الثور ليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 9 آب 9 8 2023. عليك إنك تبقى سعيد وتحافظ على موقف إيجابي. إنت بحاجة إنك تكون أكتر رضا، مقتنع بكل اللي عندك. بالنسبة ليك مهنيا، من الضروري إنك تخطط وتجدول شغلك عشان تعرف تحقق الكفاءة اللي إنت بتتمناها. هتتجنب الوقوع فريسة لأي نوع من أنواع المشتتات في اليوم ده. بالنسبة ليك عاطفيا، ممكن تكون اكتر روعة في اسلوبك. كل هيتضمن ليك انك تكون مع شريك حياتك بشكل سعيد جدا مع بعضكم البعض. بالنسبة ليك ماليا، عليك انك تتعامل مع كل شؤونك المالية بحذر شديد. ما تنفقش كتير من المال على الكماليات. بالنسبة ليك صحيا، هتصاب بنزلة برد او سعال، من ضروري جدا انك تعتني بصحتك فيهم. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هتشكل الزهرة العكسية مربع مع أورانوس في الصباح. هتبقى بتزيد توتراتنا على الأرجح بسبب مشاكل قديمة أو مداها طويل. ممكن نحس النهاردة بتمزق ما بين رغبتنا في أننا نتقرب وما بين حريتنا. في شوية عدم استقرار وقلق وتمرد في مواضيع محتملة في علاقتنا. هنحس بشوية استياء من ملذاتنا الحالية وهنتسلى أكتر، لكن في ترويض للقلق هنتجنب من خلاله أي حركات مفاجئة ممكن تبقى أفضل مع مراعاة احتياجاتنا للنمو. من ناحيتنا المثالية، ممكن يؤدي الانزعاج للوضع الراهن لحلول وتحسنات إبداعية جدا. مع تقدم اليوم هتعززنا لعبتنا وإيماننا بشكل أحسن. من خلال محادثات وتأملات ممكن تظهر بشكل إيجابي وفيها أمل. هيبقى عندنا ثقة أكبر في مستقبلنا. هنسعى علشان نقلل من المعنى الإضافي لمشاريعنا وخبراتنا. ممكن نستفيد من تفكيرنا في الصورة الكبيرة. أفكارنا عظيمة جدا، نوايانا نبيلة، عندنا اهتمام أكبر بأننا نتعلم ونشارك الحقيقة، وهنتلقى أخبار كويسة جدا وعروض بتنمو من خلالها للفضول، لغاية ما يدخل القمر برج الجوزاء في المساء. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. ولو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم المتواصل ليا.